Voilà, بالنسبة للسؤال الأول قال لك أنس سلام دابا باش تجستيفي لي زاني نقدر جستيفيكاسيون باتيستاسيون داسكريبسيون ديال لافاك بلا غولفي دو نوت حيت أنا مكنتش كنفاليدي واش غادي نلقى شي بروبليم. بالنسبة للفاليداسيون تاع لي زاني ولا لا جستيفيكاسيون دي زاني من الأحسن هي كتكون إما كيكون أن ستاج ولا كيكون كيكون ستاج ولا كيكون انسكريبسيون. الاغلبيه في الفاليداسيون ما كياخذوش لا بريزون شارج ديال لي نوت يعني ماشي مشكل الا ما دفعتهاش. ولكن من الاحسن واخا انك فوت هذوك لي زاني واخا انك فوت ولا ما كنتش كتفاليدي راه ماشي مشكل غير ما يكونش عندك لو فيد يعني ميم ان ستاج ديال 5 موا ولا 6 موا ولا بحال هذا القبل هذا يعني يقدر انك تدفعوا على اساس انه فاليداسيون يعني هذا هو اون جينيرال كيفاش كيشوفوا هما الدوسي بالنسبه لا جوستيفيكاسيون. بالنسبه لسهيل الحياني بالنسبه لي زوتيد اللي بالنسبه لي زيتيديون اللي في لا بلجيك وبغاو يديروا شونجمون دادريس شحال ديال الوقت يبقى سون ادريس ديال الوقت يقدر يبقى كنظن انك تقدر تبقى سون ادريس. بالنسبه لسهيل كنقدر انك تقدر تبقى سون ادريس 6 شهور عندك 6 شهور نتاع الوقت. من الاحسن ما توصلش لهذيك 6 شهور 3 شهور من الاحسن ما توصلش يعني من ما ديش تكون عندك لادريس هي 6 شهور لان الا في 6 شهور راها صعيبه بزاف. من الاحسن انك تخلي واحد 3 موا ولا ان بو بري بحال هكا باش تلقى واحد لادريس جديده لان سينو غادي تلقى مشكل. ومن الاحسن كاع دير تليفون لا كومين يعني ما تقول لهم شكون نتايا غادي تقول لهم زعما بان شي واحد شي صديق ولا شي معرفه انه ما عندوش يعني لادريس دابا بشحال المده كنظن انها 6 شهور لان واحد الوقت انا شخصيا كانت وقعت لي واحد الوقت كنظن في 2003 2004 كنت وقعت لي كنت بقيت بلا ادريس ويعني ومشكله باش انني وليت ريغلت الامور لان طلبوا مني واحد لا جوستيفيكاسيون فين كنت وعلاش وفين مشيت وشنو درت. المهم كانت الروينه باش انني ريغلت الدوسي ديالي مع لوفيس دي زيترونجي يعني من الاحسن هذيك لادريس انك ما تطولش عليها. ومن بعد انا عاقل النهار اللي مشيت عاودت كي دفعت النهار اللي مشيت دفعت الجنسيه اني عاد عاقل في النهار اللي دفعت الجنسيه البلجيكيه طلبوا مني كذلك انني خصني ندير لهم واحد في واحد لا روبريك ملي دفعت الدوسي ديالهم رجعوا عليا في واحد لا روبريك كان خصني نجوستيفيي هذيك لو فيد اللي كان عندي في لادريس لمده ديال 6 شهور. بالنسبه لعبد الرزاق الخروبي كيقول بور لا ريكوبيراسيون دي دوكيمون كون بو لا دوموندي جي ريسي اون لتر كوم افي فافورابل. شوف بالنسبه لا ريكوبيراسيون تاع لي دوكيمون راني في 6 سمايلي بلانيت بوان نت راني داير واحد لو موديول ديال واحد لا لتر باش دوموندي اون ريكوبيراسيون نتاع لي دوكيمون ديالكم. فوقاش تقدر دوموندي لا ريكوبيراسيون حتى كيتخرج لك لا ديسيزيون فينال وكتوصل بها اون فوا كتوصل بها يا اما كتقول لهم بان هاد لي دوكيمون يصيفطوهم لشي ادريس في لا بلجيك يا اما ان هاد لي بابي يصيفطوهم لك لادريس اللي عندك في المغرب. بالنسبه لليلى واش بصح اذا بقيتي سانكون ليغال عندك الحق تدفع الوراق في هذه القضيه هذه بالنسبه للناس شونجمون دو ستاتي بالنسبه ان الا بقيت واحد المده معينه هنايا في بلجيكا واش انك تقدر تدفع الوراق. غير البارح كنت مع واحد السيد جاته هو ايتيديون وكنا كنهضروا يعني دار المحاوله ديال 5 د المرات وما صدقتلوش. الحل الوحيد اللي صدق له هو انه دار شونجمون دو ستاتي بالمارياج يعني انه تزوج باش قدر يبدل الوراق لان دائما كانوا كيرفضوا له 5 فوا وهما كيرفضوا له مارغري ان لا فامي ديالو العائله ديالو عندهم شركات هنايا وداروا له الاخر. كاين شونجمون دو ستاتي بالكونترا دو ترافاي هذيك خصك تاخذ واحد المده يعني عاد باش تقدر يعني واحد المده ديال 5 اون الا كان عندك ان كونترا دو ترافاي على حساب لي دوموند اللي كيطلبهم لو غيشي ديال البيرمي اونيك من بعد واحد المده تقدر انك تبدل هذوك الوراق من من يعني من اوتيديون لاوفريي للاقامه دائمه يعني هذا الشيء اللي كدير يعني واي اوتيديون يعني هنايا مثلا في الطلب نتاع الجنسيه اي واحد كيجلس بلجيكا ما بقيتش عاقل هذه شحال كانت 3 سنين على ما كنظن
اي واحد كيكون جالس هنا في بلجيكا ليغال واحد المده معينه عنده الحق يدفع حتى الجنسيه، ماشي عادي يدفع للشونجمون دو ستاتي، يقدر عنده الحق يدفع حتى الجنسيه. بالنسبه للاناس نشوفوا، بالنسبه ليوسف المرسالي جي ان باك 2018 استكو جو بو اتيدي اون يو ال بي، اي واحد يكون عنده الباك ما خصوش يكون 5 سنين، لان الاغلبيه على ما حسب كيبان لي دابا في ليسيس انهم كيطلبوا ان باك جديد يعني يكون عنده 5 سنين تقريبا انت عندك الحق. ولكن لي زونيفرسيتي وحتى شي بار دي كاين دي زيكول اللي راهم ولاو كيطلبوا 13 على 20، يعني الا كان عندك الباك وقريت موراه وما ستوبيتش بالنسبه ليوسف اللي راه كيسول، خص يكون عندك الباك على الاقل فيه 13 على 20 باش انك تقدر تدفع لي زونيفرسيتي. بالنسبه لاناس طالبي انا راه عندي لي زيتاستاسيون ديال العوام اللي كنت مسجل تما، يعني غير هادوك غادي ينفعوني حيت درت ندير لهم لابوستيل. واه تقدر تجيب تقدر دير تطلب وحدين جداد، من الاحسن دائما تطلب وحدين جداد لان راك عارف واش ما يقولوا لكش، الا راك كتجمع هاد لو دوسيي ولا اخر وراه عاد عندك الوقت تقدر دوماندي شي وحدين جداد كوم كوا تو ايتي ان ايتيديون في هذيك ليكول كافيه، يعني بشحال ما كانوا يعني غير بور ايفيتي هذاك يقولوا لك لا جيب لنا وثيقه جديده ما جبناش درنا هذه هذه، ولكن من الاحسن انك دير ورق جداد الا كتشوف انت بالنسبه لك بانهم هذوك سيفيزون ولا قريت شي معلومه رسميه ما طالباش ما محداش لا دات نتاع لا تيستاسيون شحال خصو يكون فيها راها كافيه. انا اخويا يعني اخويا دفع وخرجت له الفيزا، دفع وخرجت له الفيزا كنظن انه دفع بواحد لا تيستاسيون تاع 16 كانت قديمه كان عندها شي عامين ولا، ودفع بها وخرجت له الفيزا وانا اللي درت له كارو. كاين لي زونيفرسيتي كي الفو ان باك ماكس، لا كاين لي زونيفرسيتي اللي ما كي الا كنت كتقرا مور الباك راه ماشي مشكل، كاين لي زيكول دابا لي زيكول يمكن كاين لي زيكول اللي قريت فشي دي زيكول كيطلبوا الباك جديد. انا اخر معلومه اللي راها عندي يعني ما عنديش لا ميزاجور، اخر معلومه عندي كانوا كيطلبوا 5 كون. كونسيرنون صبر نصاوب الكاميرا بحال هكا، concernant le montant bloqué chez l'université, combien est-ce qu'il me redonne mes argent mensuellement? شوف بالنسبه للقضيه نتاع البلوكاج، بالنسبه للزونيفرسيتي القضيه نتاع البلوكاج باش ما يكونش عندكم مشكل ماشي مع لونيفرسيتي، باش ما يكونش عندكم مشكل ديجا مع كسميتها مع الفيزا مع القنصليه، يعني في هذاك الكيسيون دو بلوكاج الاهم ديالها هي اللي في القنصليه كيفاش غادي تريتي هذاك الدوسي ديالك. نورمالمون مثلا انا كنظن انهم طالبين 670 يورو مثلا، هذيك 670 يورو شنو كدير؟ كتضربها فوا 12 اللي كتطلبها القنصليه، ومن الاحسن انت دير الحساب ديال 800 يورو ولا اكثر، يعني 670 وكتزيد عليها واحد 150 يورو، يعني من الاحسن تبلوكي هذاك لو مونطون ديال اكثر من الامور اللي طالبها القنصليه بكسميتو طلب اكثر من الامور اللي طالبها القنصليه في لي دوكيمون اوفيسيال ديالها. والقضيه نتاع الكارون من بعد غادي نهضروا عليها، ونتمنى انكم تبقاو حاضرين في لي لايف ولا في لي فيديو اللي غادي ندير، لان كاين دي تكنيك اللي ما كيعرفوهمش بزاف نتاع لي زيتيديون اللي كيدفعوا لو دوسي ديالهم في القضيه نتاع لو كارون، لان لو كارون هو اهم شيء، وكاينين دي تكنيك كتدفعهم في الدوسي ديالك باش ان هذوك لي تكنيك كينفعوك. يعني غادي ندير لكم نفس لو دوسي ديال الاخ ديالي اللي دفعت له انا باش خرجت له به الفيزا، راه حنا دفعنا الدوسي قد هكا تعرفوا الدوسي قداش، غير بالنسبه للوراق نتاع لي كارون صفطت لهم يعني الحوايج اللي صفطت لهم يعني اللي ما يطيحلكش في بالك صفطتهم لهم. هاد القضيه نتاع الكارون نتاع البلوكاج غادي نهضروا عليها، لان دابا مازال عاد الناس كتدفع بالنسبه لي زانسكريبسيون حتى توقع تقرب الدفيع نتاع لي فيزا غادي نطرقوا لها. غادي نرجع دابا للاسئله. ليلى الكوابيتاسيون ليغال حتى هي مشابهه في المارياج، انا جو سوي ماريي من ان بلج مي ما باغيش دابا جي ايميل ادريس وصلنا نتلاقى هذه السيموا وانا مزوجه دابا ما عارفاش بحال واش عندي شي ضغوط. الكوابيتاسيون ليغال حتى هي تقدر دير بها الوراق بالنسبه لليلى، الكوابيتاسيون ليغال حتى هي فيها امكانيه انك تطلع الاوراق، يعني كتحسب بحال مارياج كتحسب تقريبا، لانها كتندار عن طريق يا اما النوتير ولا كتندار في لاكومين عن طريق واحد الاجراءات اللي كيكونوا رسميه.
بالنسبة للأناس الله يرحم الوالدين خويا إسماعيل الله يعطيك الخير، شكرا بزاف مرحبا أخي، غادي نبارطاجي لاباج ديالك واحد الجروب وأن رانا دايرين فيه غير اللي جايبين لادميسيون باش يدخلوا عندك ويستافدوا. شكرا خويا، مرحبا مرحبا، وحنا كنقدموا المعلومات يعني المعلومات اللي نقدموها هنايا مجانا، وعمرنا ما غادي نطلبوا الفلوس لشي واحد ولا نديروا يعني كنقاسم معكم واحد التجربه ديال بزاف نتاع تجربه كبيره في هذا الدومين هذا نتاع الفيزا، والحمد لله كاع الناس اللي وجهتهم واللي عطيت لهم المعلومات يعني، وغادي نبازي انا غير على الاخ ديالي اللي جا مؤخرا كومانيتيديون يعني درنا له ان دوسيي يعني كما كيقولوا المصريين ما يخرش الميه، وخصوصا القضيه نتاع الكارو اللي بزاف نتاع الامور ان بزاف الناس ما كيعرفوهاش في الكارو وشنو هما لي دوكيمون، كاين اللي كيكتفي غير بهذاك هذوك لي فيش دو باي وشي امور بسيطه هذوك ما كيكونوش كافيين يعني، كاين دي زارغيمون اخرين. وبالنسبه كذلك القضيه نتاع الكيستيونير نتاع الفيزا، عندنا كيستيونير دابا بالنسبه مثلا الكيستيونير يعني عندي دي موديول اللي يعني عامرين يعني بواحد الطريقه اللي هي بروفيسيونيل وباش انها ما تخليكمش انكم وكذلك بالنسبه لو بلان ديتود يعني والاهميه ديالو كيفاش انه خصو يتعمر، لان هاد الامور هادي حضرنا المجموعه نتاع المجالس والمجموعه ديال تلاقيت مجموعه نتاع المكاتب خصوصا في بروكسل اللي كيديروا التوجيه للطلبه والاخر يعني كيوريو بزاف نتاع الامور، وبغيت انا هاد الشيء هذا نبارطاجيه معكم باش انكم ان شاء الله الاغلبيه اللي تدفع الفيزا انها تخرج لها الفيزا. بالنسبه للسؤال الاخر ابراهيم سلام، بالنسبه ليكول بريفي اف 4 واش كتعطى بها الفيزا؟ تشوفوا بالنسبه للاف 4 اف 4 حتى هي العام اللي فات عرفت بزاف ديال الناس اللي خداو بها الفيزا، ولكن اتونسيون ما ديروش لي فكاد، الا دخلتوا للسيت نتاع لي فكاد غادي تلقاو جوج ديال لي زونفورماسيون لي جوج ديال لي فورماسيون، فورماسيون ديال ديال كسميتو فورماسيون ديال جيستيون دونتربريز ولا شي حاجه بحال هكا، وفورماسيون تاع لي لونغ لا لونغ فرونسيز. الناس ما تشجعش في لا فورماسيون الاخرى، الناس ما تشجعش في فورماسيون ديال جيستيون دونتربريز، علاش؟ لان ما ديش تعطيكم الفيزا يعني، ولا عطات لكم الفيزا غادي يكون هذاك كيما نقولوا معجزه، غادي ديروا لي لونغ، من الاحسن انكم ديروا لا لونغ فرونسيز، ديروا لانسكريبسيون في لا لونغ فرونسيز، لانسكريبسيون فيها سهله، غير فين كتكون صعيبه هي لي فكاد، فاش فين كتكون صعيبه في هذاك لو بلون ديتود اللي غادي دير، في لو بلون ديتود اللي غادي دير، وكذلك في لا موتيفاسيون اللي غادي ديرها في الفورمولير ديال من اللي تمشي للقنصليه في الكيستيونير نتاع القنصليه، تما اللي كاين مربط الفرس اللي خصكم تعرفوا كيفاش تعمروه. وهذا الشيء هذا كاع بالنسبه للدراري ولا البنات اللي غادي يدفعوا لي فكاد غادي نديروا عليها واحد الفيديو خاص باش انني نشرح لكم الطريقه كيفاش وكيفاش تكون عندكم الامكانيه ديال الامكانيه ديال التسجيل في لي لونغ، لان هادوك لي زيكول بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لي زانسكريبسيون وعندهم الباك وعاد صغار قل من 25 في اللاج، من الاحسن ان ننصحهم يشوفوا لي زيكول ولا لي زاتيني رويال رويو فين يقدروا يديروا لي لونغ ولا لا كلاس لي كلاس بريباراتوار في لي لونغ ولا لي كلاس بريباراتوار في لي سيونس. نرجعوا نطلعوا الفوق s'il vous plaît l'UCL exige quel moyen en licence pour postuler au cycle de master. بالنسبه للماستر اهم حاجه في الماستر انك ملي تدفع الماستر تدفع لواحد الدومين اللي كيتناسب مع لي زيتود اللي درتهم من مور البكالوريا ولي ستاج كذلك اللي درت لهم. مثلا بنادم عنده مثلا غادي نعطيكم واحد المثال، مثلا واحد عنده لا ليسونس في ليكونومي الوغ خصو يمشي يدير واحد الماستر في ليكونومي. اهم حاجه النقطه الاغلبيه النقطه في الماستر كما كتشوفوا الماستر راه حتى في المغرب اساسا في المغرب راها صعيبه. بالنسبه للماستر باش هنايا تقبلوا في الماستر يعني خص يكون عندكم ان باركور اللي فيه لي نوت يكونوا مزيانين يعني مويان 12 على 20 في اغلبيه ديال لي نوت، وكذلك يكون عندكم واحد لا موتيفاسيون اللي تدفعوها في هذاك لا موتيفاسيون اللي تدفعوها في الدوسي نتاع الفيزا ديالكم، تما غادي يكون عندكم الحظوظ كبيره انكم باش تقبلوا في الماستر. وراهم كاينين الدراري اللي بزاف كيتقبلوا ولا البنات بزاف كيتقبلوا في الماستر باش
باش كيكملوا القرايه ديالهم في الماستر. بالنسبه للقضيه نتاع الكارون، الكارون يعني خصكم دابا تدبروا اللي غادي يدير لكم الكارون من دابا، غادي تشوفوا لو كالكول اللي كاين في لو سيت نتاع لوفيس دي سيترونجي، هذا راه كنعاودوه دائما، غادي تبازاو على هذاك الكالكول، بهذاك الكالكول ومن بعد كتزيدوا عليه شي حوايج اخرين. مثلا الكارون ديالك اللي ما عندوش شي كارت فيزا خصو مثلا نزيد معها واحد الكارت فيزا. المهم هادو امور امور تقنيه اللي غادي نهضروا فيها في واحد الفيديو، باش يكون هذاك الفيديو دائما يقدر الانسان يكونسلتي. بالنسبه ليوسف قال لك اخي اسماعيل واش كاين لا شونس نتقبل ب 10 في الباك في لي هوتيكول؟ شكرا. كاين لا شونس انك تقبل في الباك، لي شيك مؤخرا راه زاد في لا نوت. بالنسبه انت يا عندك 10 من الاحسن، انا ننصحك الى راك عاد لاج ديالك عاد صغير وقل من الاخر، تمشي تشوف في لي زاتيني رويال وتتقلب على، وخصوصا الا كان عندك بكالوريا سيونتيفيك اس في تي كما كنقولوا حنايا في المغرب، يعني من هذه النواحي هذو من الاحسن اللي ننصحك دير لي كلاس بريباراتوار في لي سيونس، ولا لي كلاس بريباراتوار في لا لونغ في لي لونغ من الاحسن. علاش؟ لان اللي ما كيكونش عندهم هذيك الامكانيه انهم يجيو، لي زانسكريبسيون ديالها كيكونوا ساهلين، ما كيطلبوش لي دوكيمون بزاف. من الاحسن انه يكون عندك انيكيفالونس ديال دو تيب كور، ويكون عندك بكالوريا تكون واخا جايبها بعشرة ماشي مشكل، وكذلك الانسكريبسيون ديالهم رخيصه ما كتفوتش 1000 1100 1200 يورو. يعني يعني من بحال هذا الشكل هذا، يعني لان 10 على 10 على 20 في لي هوتوكيول ما كاين دابا لي شيك جو بونس راه كطلب 13 دابا. بالنسبه لاناس قال لك انا بغيت نجاوب هذا اللي هضر على لي فكاد، راه انا جبت من تما ادميسيون راه صافي ما بقاوش لي بلاص، راه كملوا ونيشان هذه الهضره اللي قلتي والله، حيت انا سجلت في اني بريباراتوار الى سجلتي في جيستيون ولا شي حاجه اخرى راه ما كيعطيوش. المهم انا لجنه ادميسيون من تما بغينا دير معنا واحد اللايف على ليفكاد. صافي بالنسبه كما قلت لكم، ها هو الاخ بالنسبه للهضره اللي قلت على ليفكاد راه هي هذيك. بالنسبه للناس اللي يديروا في ليفكاد ما يديروش لا جيستيون دي زونتربريز، ولا بغيتي ديروا ليفكاد خاص دابا 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 ولا بالغدا تصلوا بهم باش انكم تشوفوا واش انكم تلقاو عاد شي بلاصه باش ديروا ليفكاد. وان شاء الله انا كنوعدك خويا انس، بالنسبه لليفكاد خصها واحد الدوسي كما نقولوا حنايا محمر مشرمل مبخر، فهمت؟ خصك بحال اللي دير شي معادله ديال اينشتاين باش تدفع في ليلهم، ولكن ان شاء الله ماشي مشكل. هما كيما داروا حنا كنلقاو لهم خرجه حنا ان شاء الله كاع المغاربه ان شاء الله يجيو لهنايا. واش تقدر دير ماستر بليسونس بروفيسيونيل؟ ليسونس بروفيسيونيل الا كان ديال الدوله ما يكونش بريفي، ممكن انك دير به الماستر ماشي مشكل. ولكن شوف الناس واحد الحاجه، البنادم غير يسجل فين ما ماشي مشكل، هذاك العام الاول اللي تجي فيه هنايا غادي تعرف فيه بزاف ديال الحوايج، وما غاديش تحسبوا بانه ضاع لك. مثلا انت عندك لا ليسونس ولا عندك ماستر في المغرب وتجي مثلا تبدي ا زيرو هنايا، ماشي مشكل ماشي مشكل. المهم انك تجي تحط رجليك هنايا، تعرف كومون ساس مارش كومون ساس في، فهمت؟ كاين دي فورماسيون اللي كيكونوا تقدر ديرهم باراليل على هذاك الشيء اللي درت، كتسقل هذيك التجربه اللي قريتها في المغرب، ومن بعد الانسان ملي كيحط راسو هنا وكيتبتهم وفي المستقبل يدير الوراق ديالو والاخر، راه ما كيمشيش هذاك الشيء هباء من ثورة. بالنسبه لواش هي واش هي لا كوز لي دوسي ديال فيزا ما يعطيكش او نيفو دو كونسولا ويروح للوفيس؟ ميرسي دافونس. بالنسبه للعام اللي فات غادي نقول لكم، بالنسبه للقضيه العام اللي فات الناس اللي دفعوا في شهر 6 العام اللي فات، تبعت مع بزاف نتاع الاخوان، الاغلبيه ديال لي دوسي مشاو للوفيس دي زيترونجي. ما يخلعكمش هذاك لوفيس دي زيترونجي، خصكم تعرفوا واحد الحاجه بان توجور لاكور كتعطى من لوفيس دي زيترونجي كوا سو سوا، كانت الفيزا تكونسولات في المغرب تكونسولتات في المغرب ولا الفيزا تكونسولتات في لوفيس دي زيترونجي اللي كاين هنا في بلجيكا. هذوك الموظفين اللي كاينين في القنصليه في المغرب ولا في السفاره في المغرب، راهم هما دورهم موظفين تاع لوفيس دي زيترونجي، غير واشنو كتكون عندهم تمثيليه في المغرب وكي تريتيو لي دوسيي بلا ميم
كما نقولوا حنايا بلو ميم ايشيل اللي كيتطريطا في لوفيس دي زيترونجي. لو دوسي علاش كيمشي لوفيس دي زيترونجي؟ لان مثلا كيقولوا مثلا لوفيس علاش كيمشي لوفيس دي زيترونجي؟ ماشي لانه فيه مشكل ولا لان مثلا انت درت ايكول بريفي مشى لك، لا ماشي على قضيه، ماشي هذه القضيه. هذه لوفيس كيمشي لوفيس دي زيترونجي مثلا بحال العام اللي فات اشنو وقع؟ كما كتعرفوا بان القنصليه نتاع بلجيكا في كازا يمكن رحلوا مشاو للرباط على ما اعتقد، وكيبقى غير تي ال اس اللي بقى في كازا، ومنين رحلوا ما قدروش انهم يتريتاو كاع هذاك الكم تاع لي دوسي، صيفطوا كل شيء لوفيس دي زيترونجي. يعني فقط ملي كيكون هذاك هذيك الحقيبه الدبلوماسيه كتخرج كيصيفطوا معاها وكيغارديو غير لو مينيموم هو اللي كيغارديوها في المغرب. بالنسبه للوفيس دي زيترونجي اشنو هو اهم حاجه اللي كيشوف فيها؟ هي الكارون، هي الفلوس، هي التنعاشين كما كيقولوا الامازيغ ديالنا. شي حاجه اخرى لي زانسكريبسيون، هذوك الوراق كيمروا عليهم مرور الكرام، والموتيفاسيون ديالك والبلان ديتود، هادو هما الحوايج اللي مهمين خصوصا للناس اللي كيديروا لي ماستر واللي كيديروا الاخر. خص الدوسي نتاع الكارون يكون كومبلي من الت جوسكا زد، وخص كل درهم عندك لا جوستيفيكاسيون ديالو لا بالنسبه للكارون ولا بالنسبه لليتيديون في المغرب يديروا في الكونت ديالو. ما يبلوكيش الفلوس في المغرب ولكن يحط الفلوس، يحط ان كونت، يحل ان كونت في المغرب ويدير فيه مثلا جوج د المليون، ثلاثة أربعة خمسة ستة، من الأحسن يدير من خمسة د المليون والفوق في الكونت ديالو في المغرب، ويجيب واحد الاتيستاسيون كوم كوا بأن هاد لا بيرسون هادي عنده ان كونت بونكير في المغرب مثلا في هاد لو مونطو هذا. كي سميتو في الكيسيونير ديال الفيزا خصكم من هادي يقولوا لكم كومون فوزالي فينونسي فو زيتود في هذاك الكيسيونير. ما تجيش تقول له غير بلو كارون ديالي، لا غادي تكتب له مثلا بلو كارون وبالفلوس اللي عندك مثلا في لو كونت بونكير ديالك، وكذلك غادي تقول له مثلا باغ اكزومبل غادي تقول له بلي جوب ايتيديون بوندون لي فاكونس دي زيكول. ما تقول لهمش غير جوب ايتيديون وتخليوها، لا غادي تقول لهم لانك انت راك جاي هنايا باش تقرا، ماشي بالنسبه لهم هما راك جاي باش تقرا. غادي دير لهم في هذاك الكيستيونير في هذيك لا روبريك كومون فو زالي فينونسي فو زيتود في لا بلجيك، غادي تقول لهم من تكتب لهم جوب ايتيديون غادي دير اونتر بارونتيز بوندون لي فاكونس سكولير ولا بوندون لي ويكاند اي لي فاكونس سكولير. خصكم تمونسيونيوها هذه، لان علاش من غادي يشوف هو هذاك تما جوب ايتيديون غادي يقول هذا راه غرضه يمشي يخدم الي ويرفز لكم. هذا واحد بارمي لي تكنيك، ونتمنى انني نكون وضحتها مزيان. بالنسبه لعلي خويا اسماعيلي، بالنسبه للناس اللي عندهم الاجازه في القانون العربي اش من جامعه نصحهم ندفعوا ليها وشكرا. بالنسبه للقانون العربي شوف من الاحسن انني ننصحك دير مثلا لا ليتيراتور ولا دير الترجمه، شوف لونيفرسيتي سان لويس لان هي عندها لا ليتيراتور سان لويس اللي كاينه في بروكسل، تشوف لو ال بي دير فيها لي دومين بزاف، ومونس حتى هي مزيانه. فوالا كاين رحنا هنايا متواجدين بزاف ديال الناس، نشوفوا نهبطوا لتحت الاسئله. بالنسبه للفيدا قال لك هنايا اللي ديجا كان في بلجيك قرا تما عام ورجع للمغرب بسبب شي ظروف وبغى يعاود يدفع هذا العام، واش كدوز من لا ميم بروسيدور؟ بالنسبه ما عرفتش واش الوراق ديالك بالنسبه للفيدا تقدر تجاوبني هنايا، بالنسبه للوراق ديالك واش عاد باقيين ولا وقفوا؟ لان كنظن بانك ما كنظن بانك وقفت الوراق ديالك، يعني ضروري خصك تعاود لا ميم بروسيدور، لا ميم بروسيدور غادي تكون شويه قاسحه، غادي تكون شويه قاسحه، ولكن حاول التجربه ديالك هاك فوالا. بلع اللوطو ها منين تجي منين ترجع بلعها فوالا. كما قلت لكم اهم حاجه غادي نعاود نكررها مورا لانسكريبسيون وهو الكارون، وهو هذاك لا روبريك ديال الكارون. الكارون مثلا غادي تطلبوه غادي تقول له مثلا الله يخليك الا كان خوك ولا عمك ولا هذه، غادي تقول له مثلا الا كان عندك شي فيزا كارت
من الاحسن هذاك الكارون الى عنده ان كونط بونكير مثلا غادي نقول له هنا الاغلبيه كيكون عنده الكونط بونكير مع المراه ديالو ولا كيكون عندهم ان كونط بونكير مشترك. من الاحسن الى عنده هذاك الكارون عنده واحد المبلغ ديال الفلوس في الكونط ديبارن ديالو من الاحسن يديرو في كونط بوحدو اللي غير بالسميه ديالو هو ما يخليهش مشروك بجوج. هذاك الكارون الا كانت حتى المراه ديالو كتخدم وعندها لي فيش دو باي ديالها حتى هما دفعوهم في هذاك لو دوسي. الا هذاك الكارون عنده الاولاد وكياخد عليهم لي لوكاسيون حتى هما دفعوهم واخا كيقول لك لي لوكاسيون ما كياخذوهمش ما كيديروخذوهمش اون بري يعني القنصليه ال برون با لي لوكاسيون فاميليال اون شارج ولكن نتوما دفعوهم في الدوسي. الا كان عنده ان فيزا كارت مثلا ان فيزا دو كريدي ان فيزا كارت دو كريدي هذيك الفيزا دو كريدي يدير لها فوتو ويصيفط لكم الارتيكل ديالها يصيفط لكم كما نقولوا حنا كيقولوا له هنايا اوتريكس اللي يصيفط لكم ليكستري ديالها ودفعوه حتى هو في الدوسي كوم كوا هذاك. الا كان هنايا الاغلبيه في بلجيكا اللي كيكونوا خدامين كيكونوا عندنا واحد الحاجه كيتسميوها لي شيك دو غوبا هذوك لي شيك دو غوبا راهم حتى هي يدفع لا جوستيفيكاسيون ديالها يسوفي يدفع غير لا كارت والمونطون اللي كيدخل له شاك موا في هذيك لا كارت يسوفي يدفع. يعني هادو هما كما كنقولوا لي زوبسيون لي زيكسترا اللي كتزيدوهم في لو دوسي نتاع لو غارون ديالكم باش كيكون ان دوسي غونفلي. الا عندك نتايا كذلك واحد لو مونطون في المغرب داخل ديرو في البنكه هذاك المونطون خصك دير واحد لونغاجمون تمشي دير واحد لونغاجمون وتسنيه كوم كوا بان هذا لو مونطون غتزديه معاك يعني كتزيدو باش كتفرون فورسيو. هاد الامور هذه كل مره غادي نذكروها ونعاودوها اون ديتاي. نمشيو نشوفوا الاسئله اللي جات باش نجاوبوا على نو ديكلاريت في لا كومين باللي باغي نكيتي مادام ديكلاريت لي ظروف بانك باغي تكيتي كيكون عندك الدوسي يعني ماشي انك سمحت فيه ولا انك انك يعني كما نقولوا غير هكاك وخرجت يعني من انك تبدي لا بروسيدور من جديد. ومن الاحسن انك شوف احسن حاجه وشنو دير تصيفط لوفيس دي زيترونجي ولا من الاحسن انك تصوني لهم ولكن انا كنفضل بار ايميل صيفط لهم لا دوموند تما وهضر معاهم وغادي يقولوا لك هما وشنو انك دير. اذا انا غادي معراني هنايا في البارك غادي نكتفي غير بهذا القدر هذا. نتمنى انني نكون وضحت لكم مجموعه نتاع الامور. كنشكر التواجد ديالكم وكما قلت غادي نبقاو دائما الاولاد هاو معايا يا اوكي غادي نمشيو دابا نرهاس صافي يا وقت افكس داريكم ديريكت اوكي يا يموت وقت لكن بايزك من الدمانسه. بالنسبه ناخذوا اخر سؤال ديال سي اناس ونكملوا. خويا اسماعيلي واش يمكن عندك شي مشكله في اللايف غير راه تدخل لاباج ديالك وما لقاوش اللايف انا حطيت لادريس ديالك وفاش دخلوا ما طلع لهم والو. لا لاباج خويا اناس ما رانيش داير في لاباج هذا درته غير في الجروب غادي نولي من بعد غادي يكون بالنسبه للاخر غادي يكون الدراري بالنسبه للناس اللي راهم كيشوفونا غادي يبقاو يكونوا لي لايف ولي ستوري غادي يكونوا في الانستا في الانستغرام ديالي وفي لاباج فيسبوك ولا في لاباج بيرسونيل ديالي فيسبوك. يعني غادي نشوف فين غادي يكون التفاعل بزاف تما اللي غادي نركز عليها صافي. كاين شي مدارس مفتوحين حاليا ولا فيهم شي وي خصك تتبع شاك ايكول دايره لا دات ديالها. يعني دائما خصك دير هذيك لا ليست نتاع الاخر تسجلها في فافوري عندك في التليفون ولا في الاخر وكل نهار تدخل وتشوف لي زيبدات. اذا غادي نطر الاخر بحيث بحال راني مع الدراري كنستسمح غادي يبغاو يمشيو للدار راه كاين شويه البرد. يلا نتلاقاو ان شاء الله في واحد اللايف اخر ونكملوا الهضره ديالنا. كنشكركم بزاف بزاف على التواجد ديالكم. مع السلامه.